اللي كنا تناولناه بتاعت السيدة نجلاء المغربي اللي بسيارتها دهست مجموعة من المواطنين، وشفنا فيها الشوم والسكاكين والمطاوي يتم إشهارها بهذا الشكل. يعني مشهد طبعا كان مؤسفا للغاية. اليوم وزارة الداخلية أعلنت أنها ألقت القبض على السيدة نجلاء المغربي وزوجها. معانا على التليفون الأستاذ أسامة محمد. أستاذ أسامة أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ وائل. أهلا بيك أستاذ أسامة. يعني هي طبعا السيدة نجلاء كانت قالت أنا رايحة أسلم نفسي، لكن من الواضح أنها ما سلمتش نفسها وكانت بتخطط للهروب إلى أن تم القبض عليها. أنتوا لا ده مش صحيح. اتفضل اتفضل. لماذا لم تسلم نفسها في وقتها وتواجه الاتهامات الموجهه اليها؟ اولا يا استاذ وائل، هي سلمت نفسها من خلال برنامج استاذ محمد الغيطي على قناه تقريبا اسمها ال ال سي تقريبا. تمام. وهم سجلوا معاها وهي انا ما شفتش الحلقه، انا لسه راجع من السفر. تمام. انا حاليا في الطريق رايح اسماعيليه. هي سجلت وما اعرفش اللي اتقال، بس هي كانت الهدف من التسجيل ان هي بتسلم نفسها وتطلب الحمايه. وصلها تمام تهديدات انها هتتعرض لايذاء بدني ونفسي، وانا طبعا مش متاكد من التهديدات ديت خالص. بس يعني ايه ايذاء بدني وجسدي؟ ليه؟ يعني في تهديدات طلعت ان هي لما هيتقبض عليها او لو سلمت نفسها هتتعرض للايذاء ايا كان نوعه. ليه؟ قول لي ايه السبب اللي يدفع. يعني انا افهم انه الشرطه عندها خصومه مع الارهاب، لان المجتمع كله عنده خصومه مع الارهاب. الشرطه ممكن حد يكون، انما هيبقى عندها خصومه مع السيده نجلاء المغربي زوجتك ليه؟ لا انا ما قلتش ان في خصومه. واللي وصلني حاليا دلوقتي ان هي بتتعامل معامله كويسه بالاسم، وان دي كانت مجرد تهديدات. تمام. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اوضحها استاذ وائل، المشهد تم عمل مونتاج ليه بشكل احترافي. تمام. علشان ما ينقلش الحقيقه وبين ان كان في رد فعل. يعني تمام. طب فين الفعل الاصلي؟ يعني هي الصوره اللي انتم شفتوها دي كانت رد فعل. فين الفعل الاصلي؟ ايه اللي وصلهم للمرحله دي؟ حتى لو في حتى استاذ اسامه حتى انا ما هو بالتاكيد هذا المشهد هو رد فعل. مهما وضع المواطن في تحت ضغوط، مش معنى كده انه ياخد عربيته كده ويدخل على الناس يتهزها. يعني بالظبط بالظبط، مش مبرر. صح. انا يعني ما انا مش عايز هذا هذا المشهد يتم تصديره على ان هذا هو حال الشارع في مصر. لا لا لا، ده مش حال الشارع يا استاذ وائل. هو بس التصوير اللي حصل ما جابش الواقع من اولها. تمام. ان هي تعرضت لقطع طريق عليها من قبل سواق العربيه الربع نقل. تمام. وان هو حاول يتعدى على ابنها بمطوه سلاح ابيض، وان هي طبيعي ان هي كانت تبقى في حاله هستيريا وهي بتدافع عن ابنها. اي ست مصريه واي ام مصريه كانت هتدافع عن ابنها بالشكل ده. بس اللي حصل تمام ان هي لما حاولت تمشي بالعربيه، هي ما بتعرفش تسوق. هي لسه متعلمه السواقه، بقى لها يمكن خبرتها في السواقه ما كانتش صح. تمام. هي كل اللي حصل ان هي ما عرفتش تسيطر على العربيه، والناس اللي ارتبطت بيهم بالعربيه مش دهستهم. انا برفض كلمه دهستهم تماما. اللي ارتبطت بيهم بالعربيه دول كانوا جايين مع اخوها. اصلا انا شايف المشاهد كلها. انت عارف يا استاذ اسامه، انا لا اتحمل على احد، بس انت يعني شفنا يعني سيده بتتطاول وبتشتم. احنا حطينا حتى صفارات على الشتائم، وان انا هجيب فلان وهجيب، واستدعت الناس بالفعل. انا مش عايز بس انه الحاله الميليشياويه دي، انه الناس تاخد حقها بايديها وتجيب سنج ومطاوي وسكاكين وبعد كده تدهس الناس بعربياتها. مش عايز الحاله تنتشر في المجتمع. لا يا استاذ، لا يا استاذ، اللي حصل غير كده. اللي حصل ان هي اصلا اتظلمت في الموضوع ده، وان الازمه في الشارع المصري ازمه نخوه، ازمه رجوله. الناس واقفه تصور وما بتفكرش ان هي تيجي مع الست اللي راحت توصل ولادها الدرس بشكل يومي. تمام. ويقفوا معاها ويقولوا للسواق لو سمحت عليها الطريق تعدي كان خلص الموضوع. الناس واقفه تصور.
مفيش راجل واقف في المنطقه واقف مع واحده ست غلبانه في موقف زي ده يسندها، دي ازمه الشباب. ما انت عارف، هي انت عارف بقى، هي لو سابت نفسها ست غلبانه ومظلومه كان افضل، لكن ما كانش حلتها، ما كانش حينما حينما يعني هفترض ان انها زي ما انت بتقول، لكن حينما تتحول الى ولاقي في ناس جم من عندها بسنج ومطاوي وسكاكين وهي تدهس الناس، ما يعني لا لا لا، انا رافض المشهد كله من اوله لاخره. انا مش مؤيد على فكره، وانا عايز اوضح لك ان انا مش ضابط شرطه زي المشيع على السوشيال ميديا. انا راجل بشتغل في دوله خليجيه ولسه راجع من السفر حالا. تدخيل الامر بالشكل ده غير مقبول خالص يا استاذ وائل، حرام حرام تدمره اسره بدون ذنب. وانا الحقيقه انا بسيب ده للقضاء، بس علشان يعني في كل الاحوال استاذ اسامه انا بشكرك وان شاء الله طيب خلينا نشوف كده يعني المشاهد. طبعا احنا لما كنا تناولناها يا جماعه كنا تناولناها على اساس انه مش عايز اشوف مشاهد من هذا النوع في الشارع المصري، ان حكايه ان كل واحد كده ما يقول اما اخد حقي بايدي، طب هنسيب للقانون ايه؟ وبعدين لما تيجي تعمل كده شوف بقى انت، شوف البهدله بقى، شوف القانون بقى لما يبتدي يطبق عليك وعلى عائلتك وعلى اسرتك وعلى، لانه هي استدعت افرادا من اسرتها، وشوف انت لما تبقى تضع تخلي اسرتك كلها تبقى في خانه الجحيم بهذا الشكل، وتبتدي تواجه مشاكل ومتاعب وكل ده علشان الناس بتجيلها احيانا الاحساس بالسطوه وان انا هاخد حقي بايدي. لا، هذا المشهد يجب ان يختفي. ونلاقي بقى سينج وكل ده انتوا عارفين ليه؟ عشان ركنه عربيه. تخيلوا يعني حتى الصدمات والنزاعات بقت لاتفه الاسباب. يعني لو حد طنش بس وتسامح وقال مش مشكله، ما خلاص يعني ما مش مشكله، خد ركنتك، خد مكانك. ما انت دلوقتي مكانك فين؟ مكانك هتلاقيه في حجز جوه قسم، وهيتم احالتك لمحكمه، وهتروح في نيابات وبهدله، وبعد كده حبس وسجن عشان ركنه عربيه كان يمكن انك تتنازل عنها. طبعا في مشاهد السيده نجلاء كانت عملت تسجيلا صوتيا، لا ما احنا قلنا بس الاسماء الضباط اللي قالتهم يبقى فيها عليها صفاره، وقالت يعني انها تتعرض الى، هنا بقى المساله تصوير انها بانه الشرطه بتلاحقها والشرطه بتطاردها والشرطه عايزه تعذبها وعايزه تغتصبها. ليه حد ممكن يعمل كده يعني؟ الشرطة لما وجدت كمان القضية بتتحول لقضية رأي عام، لا معنية بسرعة القبض على المتهمة، لأن الصورة اللي احنا شايفينها في الشارع دي، الصورة دي معناها انها انه ده حال الشارع في مصر، وده ليس مقبولا ابدا. اهو اما يبقى تصدير هذه الظاهرة الميليشياوية، الدهس والسحل، سنج، مطاوي، سكاكين، كل ده عشان ركنة عربية. يا سيدي اجي انا اركنها لك في اي مكان والله، او وما تتصدرش المشهد ده، او اركنها للتاني اللي بتخانق معاها في اي مكان. انما الناس بعد كده بتكتشف انها ده ليه؟ لانه هتلاقي معظم المصائب من مستصغر الشرر، نار بسيطه جدا، مشكله بسيطه، لكن تحولك الى مصيبه كبيره. نشوف ده جزء من التسجيل الصوتي اللي هي عملته قبل ما يتم القبض عليها. انا بقول الرساله الصوتيه دي لكل الفريندز اللي عندي النهارده، الموافق النهارده 10 11 خميس 2016، بقول لكم ان انا تعبت من نومي في الشوارع وفي الحدائق زي المتسولين. انا خايفه من القانون؟ لا ابدا والله العظيم انا مش خايفه من القانون، انا خايفه من اللي بيطبقوا القانون. لما يكون في ضابط يضرب اخويا المحبوس محمود ويدوس برجله على دماغه المجروحه لغايه لما ينزف، ويطلب الاسعاف على جهازه ويعالجوا المسعف جوه القسم علشان لما يتعرض على النيابه ما يبينش حاجه، ويقول له انا مستني اختك علشان اغتصبها قدامك وذلك، ينفع يرضي مين دوت؟
لما يروحوا على بيوت العيلة ويكسروها بيت بيت ويعتقلوا أهلي رجالة وحريم وأطفال محجوزين كلهم في اسم تالت إسماعيلية، متبهدلين ومضروبين. انزلوا وشوفوا على الطبيعة والكاميرا معاكوا وصوروا البيوت العيلة اللي اتعمل فيها كده، ولو عاوزين أسماء أقول لكم. مكسرين بيت أبويا وأخدين أمي المريضة وأخويا القاصر علي وأختي دولة وأختي دعاء وجوز أختي دعاء وجوز أختي آية وجميع أقاربهم حريم ورجالة، وكسروا لهم بيوتهم وكسروا بيوت عمامي وأي حد ليه صلة بيا. لما يكون في ضابط يقول لأخويا: عارف يا محمود، لو النيابة أخلت سبيلك هحبسك بقضية بودرة وانت نازل على السلم. واحدة صاحبتي أخدة قابضين عليها، عارفين قابضين عليها ليه؟ عشان أخدة نور وسما عندها الطفلتين، اللي واحدة عندها 10 سنين وواحدة عندها 8 سنين، اخدينها عندها محددين اقامتها ومقعدين عندها في بيتها جوه الشقه بتاعتها، امناء شرطه وفي الشارع وعلى السلالم عساكر راحه جايه. لما ياخدوا ولاد عمامي، لما كل ولاد عمامي يبقى مقبوض عليهم، واللي مقبوض عليه واللي طفشان، وكلهم على سبيل المثال لا مهندس لا طالب جامعي، قولوا لي بالله عليكم اعمل ايه؟ وهو ده القانون؟ هو ده الدستور؟ واضح جدا انهم اخدين الناس دي كلها بدون وجه حق وبدون اي قضية ليهم وبدون اي كلام، مفيش اصلا اي حتى اذن نيابة ان هم ياخدوهم. عارفينهم اخدينهم ليه؟ عشان يوم 11/11 لو حصل اي حاجة يلبسوهم قضية ان هم ارهابيين. انا بوصل الرسالة دي لاصحابي كلهم الفريندس اللي عندي، وبقول لهم لو انتوا بتحبوني بجد اعملوا شير للصوت اللي انا بعته لكم ده، وقفوا جنبي، انا عاوزاكم تقفوا جنبي بس. هنا بقى المصيبة يا جماعة، يعني هنا عشان للإفلات من جريمة ارتكبت، فأصلهم واخدين الناس عشان 11، يعني الشرطة مستنية حادثة زي دي علشان تاخد أفراد عائلتها علشان تقول لو حصل حاجة في 11/11 يبقى هم السبب. يعني هنا علشان البعض يفلت من جريمة ارتكبها فيقوم هنا يدهس المصلحة الوطنية العليا، ومش مهم بقى، ويبقى صوتا كمان لجماعات إرهابية بهذا الشكل، ويحاول إنه يسيس قضيته. يعني القضية إحنا قدامها أهو، قدام مشهد سيدة بتدهس مواطنين بسيارتها، اللي قبلها ممكن تكون اتعرضت ل 100 موقف يتحاسب عليه اللي عرضوها لده، لكن هو المشهد ده. وقلنا يا جماعة إحنا في عصر الصورة، إحنا في عصر الصورة، وعشان كده كل الفاسدين بيخافوا من الصورة، سواء في حكومات أو في الدوائر الشعبية. ليه؟ الصورة بتفضح بتكشف. لو ما كانش هذا المشهد تم تصويره، المشهد طبعا هنا بقى محاولة تسييس البتاع، أصل هياخدوا عيلتي بياخدوها، وأصلهم هددوني بالاغتصاب. كل ده ليه؟ ليه يعني ليه؟ لا هي معارضة سياسية، ولا هي زعيمة معارضة سياسية، ولا يجب الناس علشان تنجو بنفسها فتقوم تسيس قضيتها والحقوا و11/11 واصل بياخدوهم تمهيدا ل 11/11. يعني يوم وهمي، ولا يحتاج ان يتم تجهيز كده اعضاء في عائله علشان اصحابها او جزء واحد عضو في العائله ارتكب جريمه او مخالفه، فتعالوا عشان نخزنهم جايز يحصل حاجه في 11/11. يعني اللي انا عايز اقوله بس انه اهم اللي بيعنينا في هذه القضية، سيطر على اعصابك. ممكن يكون ده الجريمة لحظة، في لحظة هي يسموها كده، يقولك انه الجريمة لحظة، في لحظة يمكن انك تنقل نفسك بقى للجحيم تماما. حتى هي اللي بتقوله ده انه عائلتها تعرضت لكذا وكذا وكذا، كل ده ليه؟ ما يعني مش ما يعني ما فيش الدافع لكده. يعني حتى الذين يعني يعارضون يعني لا يتعرضون لذلك، يعني نزلش جيب عيلته وهات وتعالى واعمل، انما عشان تسييس القضية حتى يتم الإفلات من الجريمة.